مدبولي يوجه المحافظين بالانتهاء من صيانة المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، ويتابع المشروعات الجارية في سويس ودمياط. شكري يلقي اليوم كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعقد لقاءات دبلوماسية على هامش الفعاليات. ومصر تواصل تقديم الدعم للأشقاء في ليبيا، والسلطات الليبية تبدأ مرحلة جديدة في البحث والإنقاذ في أعماق البحر. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء. وخلال ترأسه مجلس المحافظين، أشار مدبولي إلى وجود تنسيق مع مجلس النواب بهدف التوافق على المواد المطروحة بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون. وخلال الاجتماع كلف مدبولي الحكومة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارة التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة. وأكد مدبولي أهمية المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس وتوفير مختلف أنواع السلع والمستلزمات الأخرى بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه المعارض المختلفة. كما عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس. وخلال الاجتماع تم استعراض موقف مشروع تطوير العمران القائم والذي يخدم نحو 240 ألف نسمة. كما شهد الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في ملف التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة، وكذلك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات بالمحافظة والجهود المبذولة لكسب المزيد من المستثمرين. وحول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع آخر مع عدد من المسؤولين على أهمية سرعة دخول تلك المشروعات إلى الخدمة. وأشار مدبولي إلى الدور الكبير لمثل تلك المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتناول الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة في بعض القطاعات، وذلك بتكلفة تتجاوز 14 مليار و500 مليون جنيه، سواء من خلال التمويل الذاتي أو عبر الخطة الاستثمارية للمحافظة. استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمطار القاهرة وفدا رفيع المستوى للحزب الشيوعي الصيني برئاسة لي شيا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب. وتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الصيني تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ، وتستغرق 3 أيام، حيث تهدف الزيارة لبحث سبل تدعيم العلاقات المصرية الصينية على مختلف الأصعدة. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 2:30 من ظهر بعد غد الاثنين بقاعة المؤتمرات بمدينة النصر للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها. يأتي ذلك بينما وجهت الهيئة الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الأعلام المحلية والدولية المعتمدة لحضور المؤتمر الصحفي.
قام الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالولايات المتحدة الأمريكية بتدشين حملة تحت شعار كن مع الوطن، ويتواجد الاتحاد في 28 ولاية أمريكية وتغطي نشاطاته كل هذه الولايات. في بيان له أوضح الاتحاد أنه سيقوم بتنفيذ خطط عمل تم الاتفاق عليها لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم، وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت لاختيارهم الأول أوحد، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. يلقي وزير الخارجية سامح شكري بعد قليل كلمة مصر أمام أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تنعقد الدورة الحالية للجمعية العامة الأممية تحت عنوان إعادة بناء الثقة وأحياء التضامن العالمي بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لا سيما في ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها تأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف. رحب وزير الخارجية سامح شكري بتنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند. جاء ذلك خلال لقائه نظيره الهندي على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث لفت شكري بقيام شركة مصر للطيران مؤخرا بافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي، مشيرا إلى أنه سوف يسهم بصورة كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فضلا عن تنامي حركة السياحة الهندية الوافدة إلى مصر. أكدت مصر نجاحها في الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى خلال العقود الماضية. وفي كلمة مصر خلال اجتماع تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد، والذي عقد على هامش الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار انخفاض معدلات انتشار فيروس سي إلى 38% عام 2022. وأضاف عبد الغفار أن خطط القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة تضمنت توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا في 170 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين في الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس. We'll be right back.
تواصل مصر تقديم المساعدات والدعم للأشقاء الليبيين منذ بداية الأزمة جراء الإعصار دانيال من خلال تقديم جميع أوجه الإغاثة الطبية والغذائية والإنسانية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مساعدة الأشقاء في تجاوز الأزمات والمحن، فضلا عن دعم علاقات التآخي بين الشعبين الشقيقين في مصر وليبيا. منذ اللحظات الأولى للتداعيات الكارثية للإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا في 10 سبتمبر، كانت مصر أول الداعمين للشعب الليبي الشقيق، حيث ركزت التحركات المصرية على المناطق المنكوبة خاصة في درنة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم البحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر. كما قامت مصر بتجهيز 10 طائرات من طراز الشينوك وأوجاستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبي الجوي وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، فضلا عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كافة المصابين والضحايا لنقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبي اللازم. وحرصاً من القيادة السياسية على متابعة الدعم للأشقاء الليبيين، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، ووجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الذين فقدوا ديارهم جراء الإعصار والفيضانات. كما وجه الرئيس السيسي بتجهيز حاملة الطائرات المسترال للعمل كمستشفى ميدان لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء، مشددا على القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية. واستمرارا لتوجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة في دعم الأشقاء الليبيين، شاركت طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة، وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصرية بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة. كذلك وصلت حاملة المروحيات من طراز مسترال جمال عبد الناصر تفريغ حمولاتها من الحاويات التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة، كما استقبل مستشفى حاملة المروحيات المجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عددا من الحالات المرضية، وقام بتقديم الخدمة الطبية المتميزة له. كل ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم بما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن، فضلا عن دعم علاقات التآخي بين الشعبين الشقيقين في مصر وليبيا. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، كيف تقرأ الدعم المصري المتواصل منذ بدء أزمة إعصار دانيال في ليبيا؟ الحقيقة يعني درجة عالية من التضامن الرسمي والشعبي مع أشقائنا في ليبيا، واستقبال أيضا وقبول شعبي من الأشقاء في ليبيا للدعم الآتي من مصر في كافة اتجاهاته بحرا وجوا وبرا، ومساعدات إنسانية رصدها التقرير بدقة شاملة لكل ما يمكن أن يخفف وطأة الإعصار على ضحاياه ومصابيه. وأظن أن مراحل الإنقاذ والمساعدة العاجلة تمت، والآن نحن في مرحلة استعادة أيضا البنية التحتية الممكنة التي تساعد أبنائنا للتكيف مع الوضع من حيث الدعم الذي يقدم لمرفق المياه والذي يقدم لمرفق الكهرباء. فكل مرحلة القوات نعم سعادة السفير، هل تسمعني؟ نعم، تفضل. وبالتالي أنا أعتقد
هذا التراقي الشعبي والرسمي من الشعب الليبي. نعم، بخصوص حديثك سعادة السفير عن المساعدات المصرية برا وبحرا وجوا، يعني الحقيقة المساعدات المصرية لم تقتصر فقط على البحث والإنقاذ حتى المعدات الطبية، لكنها امتدت أيضا للدعم النفسي للمصابين، فضلا عن تقديم حصص غذائية سريعة للمنكوبين. كيف إذن ترى الجهود المصرية المتوازية في كل الخدمات لدعم الأشقاء الليبيين؟ طبعا يعني جهود مصر مشكورة، ونعتقد أن القبول الشعبي الليبي تعبير أيضا عما يكونه شعب ليبيا لمصر وقيادتها السياسية التي قامت منذ اليوم الأول للأسف بتكليف القوات المسلحة والهلال الأحمر المصري بتقديم كل ما يمكنه من مئات الأطنان من المساعدات العاجلة، وأيضا مساعدات الإغاثة التي ذكرت أنها امتدت حتى كما ذكر التقرير لحاملة الطائرات الضخمة مستقل، لتصبح أيضا مستشفى ميداني وتصبح مركز لوجستي لدعم حركة وإيواء ونقل المصابين لمراكز الإيواء سواء في المنطقة الغربية أو داخل الأراضي الليبية ذاتها. ونعتقد هذا التضامن هو جزء لا يتجزأ من سياسة مصر تجاه أمن واستقرار ليبيا، والذي يمتد. إذن هي سياسة مصرية تجاه جميع الأشقاء العرب. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. وننتقل بكم مشاهدينا الكرام مباشرة إلى نيويورك لنقل كلمة نصر التي يلقيها وزير الخارجية سامح شكري أمام الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فساهمت في صياغة الأهداف والمبادئ التي أنشئت المنظمة من أجل تحقيقها، وظلت طيلة العقود الماضية تعمل وفقاً لها في التزام كامل لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة. وفي المقابل يواجه عالمنا اليوم تساؤلاً ملحاً يتعلق بفاعلية هذا العمل وكفاءة المنظومة المتعددة الأطراف في مواجهة التحديات المعاصرة. الحق إن الحديث متواتر عن تطوير المنظومة الدولية، خاصة بعدما وجدت الدول النامية ومنها مصر نفسها في مواجهة تبعات أزمات مركبة ومتتالية لم يكن لها يد فيها، ودون دعم كاف من ذات المؤسسات الدولية التي أنشئت لمساندة التطلعات التنموية المشروعة لدولنا وتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي. انطلاقاً من هذا، أود في الدقائق القادمة طرح رؤية مصرية تستهدف تسليط الضوء على مجموعة من الأولويات لاستعادة الثقة والفاعلية في العمل متعدد الأطراف، وذلك في المحاور التالية. أولاً، في عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل والعولمة، فلا أمن لطرف دون سواه، ولا استقرار لمنطقة دون سواها. فأمننا الجماعي يكمن في عملنا المشترك وفي التطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وليس في التطبيق الانتقائي والمعايير المزدوجة. إن طبيعة التحديات التي تواجه عالمنا سواء من حيث تعقيداتها أو تشابكها أو تنوعها، مثل نشوء النزاعات وتهديد الأمن الغذائي وانتشار الإرهاب وعجز المنظومة الدولية عن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لها، تؤكد أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهداف ومقاصد الميثاق. لقد أثبتت التداعيات الخطيرة للنزاع في أوكرانيا أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخر، وأن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب. ومن هنا تحركت مصر بفاعلية في إطار محيطها العربي والأفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربية والمشاركة في المبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية. ثانياً، كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المستوى العالم،
وكانت السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث بحقوق وطموحات مئات الملايين من الشعوب والمجتمعات. ومن هنا تتمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق أوزلويني وإعلان سيرت لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على قارتنا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن، بما في ذلك الحصول على مقعدين دائمين بكافة الصلاحيات. كما دعمت مصر الآليات تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية، وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها، وتتطلع مصر إلى الإسهام بفاعلية من خلال عضويتها الجديدة في تجمع بريكس للتعبير عن مصالح وطموحات 30% من الاقتصاد العالمي المتمركز في الدول الجنوب ذات الثروة البشرية الشابة الهائلة. ثالثاً، إننا في حاجة ماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية الملحة للشعوب. فلا سبيل للوقاية من النزاعات أفضل من التنمية الشاملة والمستدامة، مما يحتم دفع دور المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة وبناء الصمود أمام أزمات دولية مستقبلية. وهنا تبرز أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهياكل المالي العالمي وتطوير نظام التمويل الدولي القائم بما يمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يستوجب استحداث أدوات تمويلية فعالة ومبتكرة إلى جانب تعزيز فاعلية أدوات التمويل القائمة، ومنها حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والتي يتعين النظر في أفضل الخيارات لإعادة تخصيصها، بالإضافة إلى تطوير ممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق 3 أهداف واضحة تتمثل في زيادة حجم التمويل وتوفيره من مختلف المصادر والأدوات سواء من خلال المنح أو التمويل الميسر والمختلف والمبتكر، إلى جانب تعزيز نفوذ الدول النامية نفاذ الدول النامية له من أجل تحقيق التنمية وفقا للأولوياتها الوطنية. كما حان الوقت لإصلاح منظومة التجارة العالمية لترسيخ محوريتها في تعظيم عوائد النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد. كما أنه لا جدوى من الحديث عن تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية إذا لم نتخذ خطوات فورية لمنع أزمة ديون عالمية لن تعصف فقط باقتصاديات الدول الفقيرة وتزيد من تحديات الاقتصاديات النامية، بل وستحدث كذلك مزيداً من التأزم الاقتصادي العالمي. ولذا لابد من التعامل الفوري والحاسم مع تلك الأزمة من خلال تدشين آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء وبشكل يراعي مختلف أبعاد وسمات الأزمة، بما في ذلك زيادة أعباء الدين وتعقد هيكله العالمي وتغيير أنماط الاستدانة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بمبادلة الديون من أجل إقامة مشروعات تنموية، ومن ثم تحويل تحديات إشكالية الديون إلى فرصة لتحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر. رابعاً، يواجه العالم اختباراً وجودياً في مواجهة تغير المناخ، فالكوارث المناخية أصبحت جزءاً من الأحداث اليومية، ما بين فيضانات مدمرة أو أعاصير قاتلة أو موجات جفاف مستمرة. إذ تؤكد التقارير الدولية أن العالم ليس على المسار المطلوب للتعامل مع تحدي المناخ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل المناسب للدول النامية لدعم تنفيذ تعهداتها الوطنية. وفي هذا الصدد، وفي إطار اقتناع مصر بأهمية التحول من مجرد إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى التركيز على التنفيذ، نجحنا في شرم الشيخ في COP27 في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسؤوليات المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريس
وحققنا كمجتمع دولي تقدما تاريخيا من خلال التوافق على ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، وأطلقنا مسار التحول العادل للنموذج التنموي، ودفعنا بضرورة التوسع في الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. وانطلاقا من مسؤوليتنا كرئيس لمؤتمر تغير المناخ، وارتباطا بحقيقة تواضع الجهد الحالي مقارنة بحجم التحدي القائم، فضلا عما نراه من محاولات بعض الدول للتنصل من مسؤوليتها وتراجع البعض الآخر عن تعهداته وعدم تنفيذ تعهدات التمويل المتفق عليها، بل ولجوء البعض لفرض إجراءات ورسوم تجارية حمائية تحت غطاء تغير المناخ، ولضمان نجاح مؤتمرنا القادم في دولة الإمارات العربية الشقيقة، فإنني أود أن أؤكد على أن نجاحنا يعتمد على تنفيذ التعهدات والاتفاقات القائمة، وبصفة خاصة إنشاء صندوق للتمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار، وتوفير التمويل المطلوب لإبقاء هدف الدرجة ونصف قابلا للتنفيذ. خامسا، يتعين أن تشمل رؤيتنا لتطوير المنظومة الدولية مواجهة التحديات المستحدثة، ومنها نقص الموارد الطبيعية، فالمياه العذبة التي كان يحيا عليها قرابة المليار إنسان مطلع القرن الماضي أصبحت اليوم مطالبة بالوفاء باحتياجات قرابة 8 مليار إنسان. وفي هذا الصدد نرحب بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023 وندعو لمتابعتها. وأود تناول حالة غاية في الخصوصية لبلادي التي تواجه ندرة مائية حادة. استأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 مليون نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا. وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98%، مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدام لمياه النهر. ومن هنا يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات إحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل إحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021. وعلى الرغم من استمرار الممارسات الإحادية للأشقاء في إثيوبيا، تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية، والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة. وما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، وليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري. سادساً، إحدى ركائز تطوير المنظومة الدولية قدرتها على تعزيز حقوق الإنسان بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمنأى عن التسييس والازدواجية، ومحاولة فرض مفاهيم لا تحترم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية. وأنني أتساءل بأي حق أو سند أخلاقي يعتقد البعض بسمو منظومته القيمية عن غيرها.
إننا نحذر من إشكاليات التعامل مع ملف العنصرية وكراهية الأجانب وظاهرة الإسلاموفوبيا وتبعاتها من مواجهات العنف والكراهية المتزايدة تجاه المجتمعات المسلمة، وأبرزها مؤخراً حوادث حرق القرآن الكريم بما يمثل تضييقاً للحق في حرية الدين والمعتقد، إذ ينبغي وضع التشريعات والسياسات والبرامج التي تحول دون تكرار مثل تلك الوقائع، ونشيد هنا بمبادرة الدنمارك الأخيرة في هذا الاتجاه. وإيماناً منا بالمبادئ الراسخ ومسؤولية الدولة ومؤسساتها ومجتمعاتها في النهوض بمنظومة حقوق الإنسان فيها، فقد حققت مصر على الصعيد الوطني خطوات كبيرة لتعزيز حقوق مواطنيها، وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية تمكين المرأة المصرية واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة. وكذلك قامت مصر بجهود حثيثة في مجال تمكين الشباب ومراعاة أولويات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تولي مصر الأولوية اللازمة لتعزيز مبدأ المواطنة ومكافحة التمييز وحماية الحريات الدينية. سابعاً، لقد أنشئت الأمم المتحدة لتجنب ويلات الصراع وإقامة منظومة قائمة على مبادئ سامية، وبالرغم من ذلك تعرض العالم خلال 78 عاماً الماضية حروب وصراعات أودت بحياة الملايين من الأبرياء، إلا أن ذلك لا يجب أن يدفعنا نحو الطعن في تلك المبادئ، وإنما يجب أن نعترف بوجود قصور في تطبيقها وانتهاك سياسات متناقضة معها. وإيماناً منا بهذه المبادئ، سعت مصر على مدار نصف قرن لتكون ركيزة الاستقرار ومنارة للأمن والتنمية، فهي أول من صنع السلام بالشرق الأوسط. ونتابع حالياً بقلق تردي الأوضاع بالأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماع العقبة وشرم الشيخ الأخيرين. وتؤكد مصر موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وتناشد كل القوى المحبة للسلام أن تقتنص الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل. كما تسعى مصر لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وتدعم مصر جهود مكافحة الإرهاب في قارتها الأفريقية من خلال تطبيق مقاربة شاملة وفقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ونعتزم تكثيف هذا الجهد خلال رئاستنا المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. ولقد اطلقت القاهرة مسار قمة دول جوار السودان بهدف تنسيق جهود الدول الأكثر تأثراً بالصراع لتسوية الأزمة وتكثيف تداعياتها الإنسانية، والعمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام في ظل الاحترام الكامل لسيادة السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة. وتستمر آلية دول جوار السودان في متابعة جهودها ووضع تصور لحل سياسي مستدام. وتدعم مصر حل السياسي الليبي وفقاً لمبادئ الملكية الوطنية، مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. كما تؤكد مصر على حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وتجدد مصر رفضها القاطع لتجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب الليبي وتحفظها على أي طروحات بديلة تهدف إلى إلغاء دور المشرع الليبي واستبداله بأجسام أخرى، وتمسكها بولاية السلطة التشريعية بمقتضى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي السخيرات 2015 في قيادة الحوار الليبي الرامي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد. السيد الرئيس، السيدات والسادة، في الختام، تلك كانت رؤيتنا لاستعادة الثقة في المنظومة متعددة الأطراف عبر تفعيل العمل بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، واستعادة وتعظيم دور المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. وشكرا.
تابعنا معكم على الهواء مباشرة من نيويورك كلمة مصر أمام أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78. هذه الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري وأوضح فيها رؤية مصر وأولويات استعادة الثقة في العمل الدولي متعدد الأطراف، حيث أشار وزير الخارجية سامح شكري إلى 7 نقاط هامة تعكس الرؤية المصرية. تحدث فيها عن الأمن الجماعي الذي يكمن في العمل الدولي المشترك، أيضا متحدثا عن الحاجة في استعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية المختلفة للنظام العالمي لحل أزمات الدول النامية بالتحديد ودعمها لبناء الصمود أمام التحديات المختلفة، وذلك عبر إصلاح الهيكل المالي العالمي وتطوير النظم المالية المختلفة واستخدام أدوات تمويلية فعالة، أيضا تطوير ممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف. وأشار وزير الخارجية إلى مجموعة من النقاط الأخرى متمثلة في أن تجربة منظومة العمل الدولي بعد الحرب العالمية الثانية عبرت عن خلل هيكلي في التعاطي مع بعض الأزمات الذي لابد من الوقوف أمامه من خلال تدعيم تعزيز آليات العمل المشترك، كما قامت مصر من خلال العمل المشترك بين بلدان الدول النامية، وأيضا من خلال دور مصر في إطار عضويتها الجديدة في بريكس. أشار وزير الخارجية أيضا إلى ضرورة مواجهة التحديات المختلفة التي تنتج عن قضية المناخ وما تجابهه دول العالم بسبب هذه القضية، مشيرا إلى بعض النقاط التي نجحت فيها مصر وذلك خلال استضافتها لكوب 27 من خلال حشد توافق دولي لتحقيق العدالة المناخية، بالإضافة لإطلاق مسار للتحول العادل والتوسع في الطاقات المتعددة. أيضا حديث مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ في الدورة الماضية على صندوق لتمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار على أمل تفعيل في الدورة المنتظرة في نهاية هذا العام. كما أشار وزير الخارجية أيضا إلى التحديات المختلفة الناتجة عن نقص الموارد الطبيعية تحديدا المياه، متحدثا عن التجربة المصرية فيما يتعلق بسد النهضة، ومؤكدا أيضا على الرؤية المصرية المتعلقة بضرورة رفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وإصرارها على التفاوض الممتد للوصول لاتفاق شامل بشأن قواعد الملء والتشغيل كما فعلت مصر على مدار السنوات. أشار أيضا وزير الخارجية إلى ملف هام وهو ملف حقوق الإنسان وضرورة تعزيزه على مختلف المستويات بين دول العالم من خلال منظومة الأمم المتحدة، محذرا من التعامل مع ملفات العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا أيضا بشكل يضر بالعلاقة بين المجتمعات المختلفة. وأشار أيضا إلى التجربة المصرية الرائدة من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما قدمته مصر من حقوق للمرأة من خلال مبادرات عدة، بالإضافة أيضا لجهودها في تمكين الشباب. وتحدث أيضا وزير الخارجية في كلمته وهو يطرح الرؤية المصرية عن رؤية مصر بخصوص بعض القضايا العربية على وجه التحديد، على رأسها القضية الفلسطينية وأيضا الأوضاع في ليبيا والسودان، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق مبادئ الأمم المتحدة التي يرى أن هناك كان بعض القصور فيها والتعامل بازدواجية في بعض الأحيان، وضرورة إيجاد حل لمثل هذه القضايا العالقة في الدول العربية. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز النقاط التي أشار إليها وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك خلال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشق رفيع المستوى، وذلك في الدورة 78 التي ألقاها لتمثل الرؤية المصرية.
أعلنت السلطات الليبية انطلاق المرحلة الثانية من أعمال البحث والإنقاذ، والتي تركزت على جهود البحث في أعماق البحر. من جانبه، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل أن عدد الجثث التي تم انتشالها ودفنها في مدينة درنا شرقي البلاد بلغت حوالي 3600 شخص، نافيا أرقام منظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن 11000. هذا ومن المقرر تنظيم مؤتمر دولي في 10 أكتوبر المقبل لإعادة أعمار درنا، حيث دعت السلطات الليبية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة أعمار المدينة. بالنسبة للوضع هنا في مدينة درنا، وضع مأساوي لحد الآن، يعني صعوبة كبيرة، بكل ما فيش كيف نقدر نوصف لك حاجة مأساوية. يعني في مازال ناس تحت الإنقاذ، وفي مازال ناس جثث متحللة مازال حتى هو مش حيقدر يطلع عليهم ليخش ينقذ يطلع جثث. وضع مأساوي، ما عنديش كيف نوصف لك حتمك. وضع مأساوي بدر، وكل الناس اللي جت اللي دارت لي عليها، بس مازال في صعوبة في حاجات واجبة. شفنا كجثث يعني عدد ما تصورناش. احنا جينا على الكلام، جينا قدامنا وضع يعني في اليوم نشوفه كمثلا كأسعاف مثلا مجموعتنا نحن، أقل حاجة مثلا في الصبح نشوفه في 20-30 جثة هذين أطلعوا فيه من تحت البنايات. نشرة التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. كييف تعلن مقتل شخصية قيادية روسية في هجوم سيفاستوبول، وموسكو تعلن التصدي لهجوم صاروخي جديد على المدينة. وإلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كشف وزير الخارجية سيرجي لافروف أن الغرب رفض إعطاء روسيا ضمانات أمنية واستمر في تسليح أوكرانيا. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح لافروف أن الغرب أشعل حربا هجينة ضد روسيا، مضيفا أن هناك محاولات لإطفاء الطابع الأوكراني على الأجندة الدولية، وأشار إلى أن الغرب يسعى بكل جهده لعدم تكوين عالم متعدد الأقطاب. أعلن الجيش الأوكراني اختراق خطوط دفاع القوات الروسية بمنطقة زابوريجيا في جنوب البلاد. في تلك الأثناء، أفاد قادة أوكرانيون أن استخدام الأسلحة الثقيلة الواردة من الغرب في المعركة المحتدمة قرب بخموت يكبد الخطوط الدفاعية للقوات الروسية خسائر ضخمة. كانت القوات الأوكرانية قد استعادت إحدى القرى الاستراتيجية على مشارف بخموت باستخدام المدافع الثقيلة التي زودتها بهم الدول الغربية. أعلنت أوكرانيا عن مقتل شخصية قيادية رفيعة في الأسطول الروسي في الهجوم الذي شنته كييف على مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم. إلى ذلك، أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازوفيغايف تصدي أنظمة الدفاع الجوي الروسية لهجوم صاروخي جديد على المدينة، مشيرا إلى سقوط حطام صاروخ بالقرب من مرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا. مع اقتراب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يحفل سجل التاريخ بأبطال الحرب والسلام الذين بذلوا الجهد والأرواح فداء للوطن. من هؤلاء الأبطال الذين سجلوا أسماءهم بأحرف من نور، بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي تجلت عبقريته في حرب أكتوبر في العديد من القرارات، أبرزها قيامه بمناورتين للجيش وإعلان التعبئة العامة قبل الموعد المحدد للحرب. سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. في سجلات نصر أكتوبر المجيد، أحداث وشخصيات،
بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديراً لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن. وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات. الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، رجل الحرب والسلام، ولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 25 من ديسمبر عام 1918 بمحافظة المنوفية. نشأ وتربى على الصلابة والتدين، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1938 ضابطاً بسلاح الإشارة. انضم إلى الضباط الأحرار الذين ثاروا لتخليص مصر من الاستعمار والاستبداد، وبعد ثورة 23 من يونيو عام 1952 بدأ السادات رحلته مع المناصب السياسية، إلى أن اختاره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نائباً له ليصبح بعد وفاته رئيساً لجمهورية مصر العربية. ويبدأ السادات مشواره الصعب في تاريخ مصر، ويكمل مسيرة إعداد الجيش لحرب مصيرية. كان السادات مؤمناً بخطة الخداع الاستراتيجي لإيهام العدو بأن مصر لن تحارب، حتى أقنع العدو بأنه لن يتخذ قرار الحرب. وفي 6 من أكتوبر عام 1973، وفي خطوة جريئة، اتخذ السادات قرار الحرب ضد إسرائيل، واستطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتدمير خط برلي في المنيع، لتنتهي بعد ذلك أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي ظن بأنه لن يقهر أبدا. وبعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر، كان للسادات قرارات مصيرية بالغة الأثر، فكانت مبادرته للسلام. وفي يوم تاريخي من شهر مارس عام 1979 كانت معاهدة السلام التي استردت بها مصر أرضها كاملة. هذه المعاهدة جعلت السادات واحداً من أبرز الشخصيات العالمية، فحصل على جائزة نوبل للسلام. أتوجه إلى العالم كله، لابد أن يشمل عالمنا المتصارع المتناحر بأننا في النهاية ننتمي إلى أسرة واحدة، هو الإنسان، ونحن نعبد رباً واحداً هو الله. وفي 6 من أكتوبر عام 1981 أصابته رصاصات الغدر، فاستشهد إثر ذلك، وخلد اسمه بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية. الأداء يوم 6 أكتوبر كان أداء رائعا. كان لدينا في الدقائق الأولى على الضفة الشرقية للقناة 19,800 مقاتل. في نفس الوقت بدأت مفارز المكلفة باقتحام النقط الحصينة تهاجم النقط الحصينة من خط تغليف، وسقط هذا الخط في خلال 18 ساعة من بدء العملية الهجومية. أكتوبر 73، 50 عاما من العزة. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. محمد عبد الله في انتظاركم، وطائفة من آخر الأخبار إليكم. شكرا لينا، شكرا ليلى. الأخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية. وأوضح المركز أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء. ويتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر دون التقيد بعيني من بعينها، مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب مع استيفاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. التقى رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ مع كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونغ كونغ والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة. بحث الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البورصة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتطوير السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بقواعد ونظم وآليات التداول. كما تطرق النقاش إلى بحث أوجه التعاون في مجالات الصناديق العقارية والمشروعات المستقبلية المتعلقة بتأسيس سوق لتداول الحصص العقارية وأسواق المشتقات. أعلنت الحكومة أن قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من الأول من أكتوبر حتى 31 من ديسمبر. وأعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيستمر لمدة 3 أشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء. وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على حظر تصدير البصل، لكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين. في أسواق البترول العالمية تباينت الأسعار في آخر التداولات الرسمية، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الانداداد بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 93 دولارا و27 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 90 دولارا و3% سنت للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 66% لتصل إلى 3 دولارات و27 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.64 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان انخفض بنسبة 9.5% في الربع الثاني من العام إلى نحو 10.1 مليار ريال عماني، أي ما يوازي 26.24 مليار دولار. وأضافت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي العماني كان قد سجل نحو 11.1 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد، أعود إلى دينا وليلى. شكرا لك محمد عبد الله. احتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 93 تحت شعار نحلم ونحقق. وتزينت مباني الواجهات الحكومية والشوارع والحدائق والميادين والمعالم البارزة في المملكة باللون الأخضر احتفاء بهذا اليوم، حيث شهدت كافة محافظات المملكة العديد من الفعاليات الاحتفالية.
ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الرياضية في هذه النشرة. بعودة مرة أخرى إلى محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا ليلى وشكرا دينا. إلى أخبار رياضة محليا وعربيا وعالميا. يلتقي الأهلي غدا مع سانت جورج الإثيوبية على استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يغيب عن الأهلي في المباراة عدد من اللاعبين أبرزهم أنتوني مودست لعدم القيد، بالإضافة إلى رضا سليم للإيقاف وعمر السلية ومحمود متولي للإصابة وخالد عبد الفتاح لعدم الجاهزية الفنية. فاز مانشستر سيتي على ضيف نوتنغهام فورست بهدفين نظيفين في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما بقي رصيد نوتنغهام عند 7 نقاط. تغلب برشلونة على ضيف سيلتا فيغو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من الدوري الإسباني. بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 4 نقاط في المركز 17. خسر يوفنتوس من مضيفه ساسلو بهدفين مقابل 4 في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي. بهذه النتيجة توقف رصيد يوفنتوس عند 10 نقاط في المركز الرابع، بينما رفع ساسلو رصيده إلى 6 نقاط في المركز 11. نهاية أخبار رياضة من جديد، أعود إلى دينا وليلى. شكرا لك محمد. تندفع كبسولة فضائية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في طريقها إلى الأرض، حاملة على متنها عينة لمادة صخرية أخذت من سطح كويكب قبل 3 سنوات. ومن المقرر أن تهبط الكبسولة بواسطة مظلة في صحراء ولاية يوتا الأمريكية غدا الأحد بعد نحو 13 دقيقة من اختراقها للغلاف الجوي بسرعة تزيد عن سرعة الصوت بنحو 35 ضعفا. حال نجاحها فإن هذه المهمة ستكون الثالثة التي تعيد عينة من كويكب إلى الأرض لتحليلها بعد مهمتين مماثلتين لوكالة الفضاء اليابانية على مدار الأعوام 13 الماضية. والآن نتحول معكم لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس. وقفة أخيرة مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا دينا وشكرا ليلى. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجهة البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 34-25، الإسكندرية 31-24، مطروح 31-22، بورسعيد 32-25، والإسماعيلية 36-22، إلى السويس 35-23، العريش 32-24، طابة 34-25، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 37-26، وإلى الأقصر 41-26، أسوان 42-27، الوادي الجديد 40-21، شلاتين 37-27، وحلايب 34-27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن نترك حضراتكم مع اللقطة الأبرز لهذا اليوم. Como para você? Ela me escutou, cara. Pronto. Que novo, lindo, enorme. Fantástico. Não tem mais perna para isso. Para você que está aqui com a gente, um novo desafio. وختم نشرة التاسعة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. مدبولي يواجه المحافظين بالانتهاء من صيانة المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد ويتابع المشروعات الجارية في السويس ودمياط. شكري يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤكد رفض مصر لأي إجراءات أحادية بشأن الحقوق المائية العابرة للحدود. مصر تواصل تقديم الدعم للأشقاء في ليبيا والسلطات الليبية تبدأ مرحلة جديدة من البحث والإنقاذ في أعماق البحر. بختام العناوين نصل لختام نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة متواصل معكم والزميل يوسف الحسين. مساء الخير. ازيك يا دينا، عاملين ايه؟ كله تمام الحقيقة. كنت عمال بتابع معاكم الخبر المتعلق بدعم مصر للشقيقة الليبية، وكنت الحقيقة عمال بتابع خلال الايام الماضية ازاي العالم بيتكلم على الدور المصري في ليبيا. حاجة الحقيقة تدعو فعلا للفخر بانه مصر دايما واقفة مع الشعوب العربية في اصعب الأحوال، مش بس في أوقات يعني الرخاء. لا، والفكرة برضو يوصف فكرة أن مصر ممكن مثلا أي دولة تتركز مثلا جهودها على مجهود معين. مصر في كل الخدمات قدمتها برا جوا بحرا، خدمات صح. إنسانية، خدمات نفسية، معدات عسكرية لإنقاذ المنكوبين. يعني الحقيقة كان كل الأعمال الإنقاذ كانت موازية في وقت واحد. ده صحيح 100%. يمكن علشان كده فعلا كانت كل الوكالات الدولية تقريبا بتتكلم على الدور المصري في دعم الشعب الليبي. دور الحقيقة مشرف يعني، ويدعو للفخر، ويا رب يا رب يزيح عن ليبيا وعن أي بلد في الدنيا أي غم أو أي أزمة. أشكركم مرة تانية. شكرا يا دينا، وشكرا يا ليلى، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.